السلام عليكم واهلا بكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهاردة تحديثات جميع الاسعار. النهاردة هقول لكم على اسعار الاعلاف زي ما طلبتوا، هقول لكم كمان على اسعار الكتاكيت وكمان اسعار تنفيذات المزرعة. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعة تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامة. اخواتنا اللي طلبوا مننا اسعار الاعلاف يا جماعة، عاوز اقول لكم ان اسعار الاعلاف فيها ثبات على الانخفاض اللي حصل لها. سعر العبوة النهاردة ال 25 كيلو في المحلات قطاعي 547 جنيه بادي، 545 نامي، 540 ناهي. سعر الكيلو قطاعي في المحلات 23 جنيه. الردة العبوة 350 جنيه 40 كيلو، الكيلو قطاعي في المحلات 11 جنيه. والذرة العبوة 25 كيلو 305 جنيه، الكيلو قطاعي 13 جنيه. اما عن اسعار الدقيق النهاردة، العبوة 370 جنيه 25 كيلو، والكيلو قطاعي في المحلات 16 جنيه. اما عن اسعار الكتاكيت النهاردة اللي فعلا وحقيقي يعني خرجت عن السيطرة، وبقالنا فترة بالنادي يا جماعة لما صوتنا راح قلنا ما تدخلوش شهر 8 وانتم محتاجين كتكوت، ما كنتوش بتصدقونا وكنتوا بتفكروا ان احنا بنقول تعالوا اشتروا كتكوت. يا جماعة فعلا المنتج قليل، كمان شركات الكتاكيت مفيش رحمة خالص دلوقتي، كل اللي عنده كتكوت عاوز يطلعه باعلى سعر. ليه؟ لان السحب كتير والمنتج قليل. طيب النهاردة اسعار الكتاكيت الاهالي الكتكوت الابيض تحديدا في ارتفاع كبير جدا، اسعار البط الكتاكيت فيها ارتفاع كبير جدا، الالوان بجميع انواعه فيه ارتفاع كبير جدا برضو. من شوية نزلت لكم كل الاسعار، ولكن في الفيديو ده هقول لكم سعر الكتكوت الابيض النهاردة 18 جنيه، والشركات بادئ من 19 لحد 20. واللي محتاج ينزل النهاردة يا جماعة، اللي محتاج كتكوت النهاردة ينزل، ما تستنوش بكرة ولا بعده ولا في اي يوم. على يوم السبت هتسمعوا اسعار يعني فوق ما تتخيلوا. اللي محتاج كتكوت ينزل يا جماعة، لان فعلا المعروض قليل والسحب كتير جدا. اسعار الفراخ النهاردة تنفيذات ارض المزرعة فيها كمان ثبات على الانخفاض اللي حاصل، يعني محدش عارف الدنيا الايام اللي جايه هيبقى فيها ايه. ولكن زي ما قلت لكم كده في كام حلقه فاتت، قلت لكم يا جماعه السحب الايام اللي احنا فيها دي قليل جدا. طيب قليل ليه؟ لان مفيش رواتب في نص الشهر، مفيش يعني دخل مع الناس، وبالتالي بيبقى فيه يعني عدم سحب من السوق. وكمان عندنا نسبة معروض عالي جدا في الايام دي، في محطات كبيرة جدا بتطلع المنتج بتاعها، فعاملة يعني مغرقة السوق. يبقى الحل الوقتي اخواتنا اللي هم المستهلكين اللي عاوز يشتري فراخ الوقت، فرصة حلوة جدا، لان الفرصة دي مش هتدوم. على بداية شهر 9 هتبدأوا تلاقوا برضو في ارتفاع في السوق اللي هو اللحم. خلاص كده فهمت الدنيا ماشية ازاي، هي كده دايرة بتسلم بعضها، ولازم نبقى مركزين وعارفين الدنيا بتبقى ماشية ازاي. تنفيذ ارض المزرعة النهاردة البط الفرنساوي 80 جنيه، والمحلات 90 جنيه للكيلو، البط البلدي 105 جنيه ارض المزرعة والمحلات 115 جنيه، المولار 85 جنيه ارض المزرعة والمحلات 95 جنيه للكيلو، البط المسكوفي ارض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو، امهات الفراخ البيضة الهابرد الكبيرة 49 جنيه ارض المزرعة والمحلات 61 جنيه للكيلو، امهات الفراخ الاحمر البياض 58 جنيه ارض المزرعة والمحلات 65 جنيه للكيلو، ارتفاع الرزي والفيومي 95 ارض المزرعة والمحلات 105 جنيه للكيلو، الساسو ارض المزرعة 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو، الفراخ البلدي ارتفاع 100 جنيه ارض المزرعة والمحلات 110 جنيه للكيلو، الارنب ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو، السمان ارض المزرعة 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز، الروم الابيض ارض المزرعة 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو، الروم البلدي الاسود ارض المزرعة 120 جنيه والمحلات 130 جنيه للكيلو، الحمام البلدي ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 90 جنيه للجوز. اما عن الفراخ البيضة وفيها نزول كبير جدا، وده طبعا بيرجع لزيادة المعروض وقلة السحب والطلب من السوق. التنفيذ النهاردة 58 جنيه ارض المزرعة والمحلات 65 جنيه للكيلو، ودي كانت الاسعار المعلنة النهاردة. ما تشتروش باكتر من كده، اشتغلوا ما توقفوش شغل، نتمنى يكون القادم افضل. لايك وشير، واشوفكم تاني بألف صحة وخير.